السلام عليكم. هلا بدنا نعمل عجينه البقلاوه، هالمره غيرنا الشيف، خلينا الشيف معاذ. طيب شو عندنا مكونات يا معاذ؟ قطر، ايوه، سكر، ايوه، ملح، ايوه، معلقه سمنه، ومي وطحين. عندنا لنص كيلو طحين بدنا نحط تقريبا نص معلقه ملح. حط نص معلقه ملح من هاي، من ثانيه صغيره، الصغيرة، المعلقة الصغيرة مع المي. أيوة، بس وبدنا نحط شوية قطر معهم، للي بيحب البقلاوة تاخد لون بسرعة، مو بهي المعلقة، المعلقة الكبيرة، معلقتين قطر. واحدة كمان، واحدة، لأنك عم تحط نص معلقة. أيوة بس، وبدنا نحط 3 معالق سكر كبار، او 4 صغار او 3 كبار. يلا اربع معالق، تمام. حركهم بالمعلقه لشوف. لحتى يذوبوا كل المكونات. يذوبوا كل المكونات. طبعا لا تنسوا تحطوا الثلج، مي لا تحطوا توصل مي ثلج. طبعا اذا ما يكون الدنيا صيف، انا نسيته وهو ذكرني فيها، بده يكون المي افضل تكون بارده، يعني اذا مو بارده ما نحط لها ثلج. بس ننزل العجانه، بدنا نشغلها على الخفيف وننزل شوي شوي لحتى يشبك العجين مع بعضه. صبر شوي. هلا نحن حطينا نص كيلو طحين. حط له مي، حط مي شوي نزله. نزل. بس خليها عم تنعم. اذا بنلاقيها ناشفه بننزل لها مي. بس هنا كل ما نعمناها اكثر على الماكينه او على ايدنا، كل ما بتساعدنا اكثر بالفرد. نعم هلا لسه ما حطينا السمنه، طبعا طول بالك شوي نشوف تماسكها قد ايه. ننزل عليها السمنه مشان ناعمه، معلقتين كمان شوي، ما بدنا نكتر دسم، هي السمنه بس للتنعيم بس. خمس كمان بنخليها تلف لحتى تاخذ السمنه كلياتها وتنعم مضبوط. هاي العجينه هلا عم بتنعم حتى تاخذ سمنتها كلياتها وتصير ناعمه. بعدين انا اخذها على الطاوله مشان نقطعها ونكمل الجزء الثاني تبعها. هلا المفروض انه هاي العجينه اللي عملت عندي لازم اسحبها من العجانه. طفي العجانه، اسحبها لفوق. ايوه، هاي العجينه لا هي طريه ولا هي ناشفه بالمره. هلا بعد ما اخذناها من العجانه نحطها على الخانة، نلفها بشكل المفروض نغطيها بكيس وترتاح تقريبا 10 دقائق ربع ساعة مشان ما ترجع لما نقطعها. هلا هي فيها حيل، فيها مطر، إذا ما ريحناها بدها تعذبنا بالتقطيع. فنفترض إنه نحن ريحناها. ليه ما تنطبوها يعني ما يسكر؟ نطلع على التقطيع. أبي في سكين هناك. هاي رح نقطعها. نعمل اسم معنا بس بين الرام.
عفوا 170 جرام. هلا شوف نحشية هاي بعد ما قطعناهم كل قطعة 110 جرام لكل قطعة. هذا نص كيلو طلع معنا 8 قطع. نحط عليهم النشا نغطيها بأكملها. مو عليها نشا، هنيك نشا. ايه حطها على الثانية، حطها على الثانية هلا حاطط لك نشا أنا. أيوه حط لها نشا كمان. شوي افرضهم. شوي الثانية. لحتى تخلص كمية ونريحها، هذا هو بالنسبة لعظيم الألاوة. لترتاح بعد ما ترتاح تقريبا ساعتين ساعة بنفرد على البيتزا. هاي بعد ما ارتاحت عنا هالشيء مش هيكون بنص قطة نعطيها على الطرف نعطيها وقت نشوي. طبعا مو ضروري نستعمل الرشاش نعطيها بشكل طبيعي بعدين بقطع بالنص. هلا بنقلبها بعد ما لمحها
الشهر. شيف معاذ خلصت عجينتنا مع الشيف معاذ، والله يعطيكم العافية. وهي بنقدر نشكلها مثل ما قلنا شو ما بدنا. طبعا أنا هلأ مالي شغل فيها، وهي طبقات كل طبقة لحال. الرقية ممكن نحطها 8 ورقات 10 ورقات 12 ورقة على حسب الحاجة اللي بدنا إياها. هي بالنسبة لعيار عجين البقلاوة وشغل البقلاوة. يعطيكم العافية.